أعزائي المشاهدين، يعني احنا عاملين تقرير طبعا البرنامج الأبطال، بطلات السلة والطايرة عملوا كده فيديوهات قصيرة بيهنوا طبعا أمهاتهم ويقولوا لهم كل سنة وانتم طيبين. خلينا نشوف التقرير ده أو نشوف الفيديو ده وارجع لحضرتك تاني. كل سنة وانت طيبة يا ماما، كل عيد أم وكل أمهات بخير، وكل عيد أم وأمي بخير يا رب. كل سنة وأمي طيبة ويا رب يخليها ليا كده يا رب، وكل سنة وكل أم طيبة ويا رب يخليها لنا، لأن هي أهم حاجة في الدنيا. كل سنة وكل أمهات مصر طيبين، ربنا يبارك لنا فيهم ويطول في عمرهم ويفضلوا راضين عننا على طول. كل عيد أم وكل أم مصرية طيبة. كل سنة وكل الأمهات بخير، وكل سنة وانتي طيبة يا ماما. أحب أقول في عيد الأم كل سنة مامتي طيبة وكل الأمهات بخير وطيبين. كل سنة وأمهات مصر والنادي الأهلي طيبين وبخير، وكل سنة وانتي طيبة يا ماما، وعيد سعيد عليكم. كل سنة وكل أم طيبة، كل سنة وكل أم بخير، كل سنة وحضرتك طيبة يا ماما، وربنا يخليكي لينا. كل سنة وكل الأمهات بخير وسعادة يا رب، ويحققوا كل اللي نفسهم فيه، وكل سنة وأمي بخير ودايما معايا إن شاء الله. يعني يمكن بتبقى لطيفة جدا، بتبقى حاجة حلوة كده، إنه طبعا الرياضيين يجي يوم يتذكروا الأم. طبعا الأم ما تتنسيش أبدا، ولكن بيجي يوم كده أكيد في السنة نحتفل بيها كلنا، وده كان حاجة عملوها خصيصا لبرنامج الأبطال. تسمح لي أنا كمان إن أنا أقول لوالدتي كل سنة وأنت طيبة، ويا رب دايما في حياتي، ويا رب دايما كده بدعواتك بنجح وبوصل لأعلى حاجة في الدنيا. خليني أقول اللي أنت فيه ده أكيد والدتك ليها أكيد فيه طبعا كتير. أكيد طبعا أكيد.